تعالج شخص كيف تعالج 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 يحاول ان تكون علاقات مرحله يعني عنده اهتمام بالعلاقات بس طيب زين مستمع جيد بس ملتزم فيها هو هو ملتزم هو اللي ميز انها الصرامة والالتزام جاي من الانضراء وقال انا مربع على اداء المهام جورة تقولين هنا يصير نفس الشيء لا يتناقص مع مشاعر لا يتناقص لا يتناقص شيء في بالي يدور كنا ما حد ندخل يعني هو انا تعبي قوه انجاز